لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال تعالى: فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. فإذا استويت مركا ذكاتو نوحو أنت أذيك يا ومن ومعك معاك هذه الجيران كاغا على الفلك دون تكر كذا فقل وحاتر هذا الحمد أمان لله إلهي وإسكاله الذي إله سو نجانا نغكري من القوم الظالمين. قل الظالمين تحقوا ذا نغكري وحرب سبحانه وتعالى أوليه سغو كهلا يقض يدي نبي الله النوح قابك اللوس والرقي قول ديسي يا رب سبحانه وتعالى وحاولي هاي دونت مركا ذاديكو ككر نقطو دونت أدفوشو دوشي ذاديسكو هبسطو ذاديكا يددك كوليشيرو أردن مخلوقاتك كوليشيرو آيات وآيات سديد يلاباتاناد سورة المؤمنون وآيات دي كوريس وحنكو سوق هذا الناي إن لا يري وح مخلوق أردن لبنو عقاد سيأين أود برجو إن وحال ليه مركا أذيجا مركا دون تكوكر نقطات فوشو يا مخلوقات كي أتقاضي إلا إن إلهي بكبد بادية وكبد بادية قلادي الظالمين تاهت إلهي أمان سبحانه وتعالى إلهي أمان ووحت لهذا وقل رب أنزلني منزلا مباركا إله واحد إدجسا إله مال بركيسا إدجل وعرب سبحانه وتعالى أوليه وحات إله ذا إلهي بأمان له إلهي قبد باديي قلضان تهت الظالمين ته غرق إلهنا قبد باديي لبات هذا قلضان كرد عضي إلهنا قبد باديي إله سام هذا لديه لبعته مركي أي كرد عظم يشاء تشوكته وإلهي أذيك لبعته ذا كابد باديو عبري أذيك قوته وحالا غارة مركي إلهي نتكو شكر ذا سبحانه وتعالى وطير هضاء الحمد لله إلهي لبك إقبد باديي إله هذا مهال له مخلوقي ورن ولا غرقيي ورنولكي بيا لوها لاغي دونتا انت سارن بابد بادي دونتنا خطر وين بكدل سوغانتو بيه سارنتا لكن إلهي وكبد بادي سبحانه وتعالى خورتينا يا لوها لاغي عدو ويني عد إلهي ديد إلهي مركبكم هذه سبحانه وتعالى ساس له أي رب سبحانه وتعالى أوليه ووحات إلى هذا وقل وحات إلى هذا ربي يا ربي ربي قيو أنزلني وحد إدجسا منزلا مكان لدقو مباركا لبركي وأنت ذيقنا خير المنزلين كو الدجي كان وخير بضن بعطاه وحات إله ذا إله يو إدج إله يو ميل لدقو مكان لدقو أو بركيسا إله يو إدج لأنهم حايا لي وحاتها إله سبحانه وتعالى كو وحد دجي كان وخير بضن بعطاه أذو عدي آدميل بركيسا دجيسو
عدة جنكرتا إما أي جرته بمعنى عدة أدوه آذي لاليسو عدة يعي كرتا إما جرته وحيلا متها قول الله عز وجل سورة هودا قصوى من ريبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك ورب سبحانه وتعالى أوليه هدبا يدني يا يد كهريسي وتعلين إلهي حقي سكاهتي سبحانه وتعالى أدو مديس وحال بريا وإلهي بريا أدو مديس مركي نبات إلهي أكبد باديو إلهي سبحانه وتعالى وناكسيو عفسيو عفماتسيو إن أي لهدان الحمد لله إلهي نو شكريان سبحانه وتعالى إلهي إن أو شكريان وتعليم إلهي سبحانه وتعالى أدو مديس أبره إلا في ذلك كان حديثا لآيات آيات باكسق ناضي وإن كنا وحا نؤهين لمبتلين كوا امتحامي أما وإن كنا ما كنا ما نانهين لمبتلين أدو مضى كوا امتحامي ودريد الله دير يدبئي امتحان ما نكوي والله وتفسير وحو ربي سبحانه وتعالى أوليه إن إلهي هلاقي رسالة كوي إنتي لو صدري رسالة ديدي إنو إلهي هلاقي الدومة دي مؤمنين تهيد إلهي رميين إلهي أبد باديي آيات باكسوغا مرب سبحانه وتعالى أوليه عبرة أمر كدون تنوح إيا قال هذا إلهي إنو هلاقي آيات كتصين إيسا أود إلهي سبحانه وتعالى إيا إلهي إنو أنبياء دي سأقرقار إيو إلهي عدو قيسنا وهلاقي يا سبحانه وتعالى إلهي مركاسه وحليه وحا نوهين درد الرسوشة آن ندري الدومدك وامتحامي كلكي إنتا سال لغو تفسيري وحي نقونيسا درد الرسوشة الله دري إلا إلهي وحو الله دري رسول مبشرين ومندرين كوديقا يا وبشارين يا إلا وكلا فيريو ولغو امتحامو رسوشا يا راعي يا سديدي إلا أنه مدو يسكون حجرته كل كهوراء قبل البعثة أدو مدى أنه يسكون حجران لكن بعدما الرسول كمركي لصدره وإلهي سبحانه وتعالى كتابه كسو الدجيو أيا أدو مدى الله أقيم سميان كوى الراعة هي كوى بينية امتحانك كوى كرعة هي كوى كباسة أي نقون أيام وهاك ليتو يساقنا تفسير ورب سبحانه وتعالى وإن كنا إنتا إن لقرنقوا ما بمعنى ما نافية ما كنا لمبتلين ذاتك قوة امتحان ما نانهين وواحي نقول دريد الرسول الله صدري وان حريس إلهي حقي سكاهتي سبحانه وتعالى ذاتك إن لغو امتحان أو لغو نباتي ما هرسوش واح الله صدري وإن إياغ اللغو نحريس واح الله صدري لبادو تفسير با ولبا تفسير الصحة رسول واح الله صدري وأمد إن لغو كلاساره يا إيمان كقاضن هيا يا سبينين هيا يا إلهي سبحانه وتعالى جنديسة يا إلهي جنديسة وقران هيا إنو قلو يا سديد هيا يا حزبك إلهي راعي يا زي حزب الشيطان نقون هيا إن لو كلا فيريو ولو امتحامه صدريد الله صدري رسوشة وحي تهي أدو ماذا إلهي نقول نحرسته ومقدق لقاق سارو وإفتينك اللوغ سارو وظلمك لقاق سارو وعدلك اللوغ سارو وضعفك اللوغ سارو وحوق يقوى اللوغ سارو ولذلك صادرتد لبدا تفسير بوال لبدا تفسير الصحة إلهي وحو ليه سبحانه وتعالى أدو ماذا ديريد أن رسوش أدر إنه وامتحان أنه امتحام إنه ثم انتاد بديد ويديدين كواسي وان الهلاقي ثم انتاد بديد أنشأنا وحن صوصار من بعد ميقى دبضود قرنًا قرنيوه أمضوه آخرين أوكالي فارسلنا وحن دري فيهم لحظوضا رسولًا رسول بان أدري ومنهم يقى كميضا وحن نندي أن اعبد الله والإله عابودا لي ما لكم إذين ما أهان من إله إله غيره إله آنهين فلا تتقون والإله ميذا كبقينين وحرب سبحانه وتعالى أوليه قلادي نحكل كل هلاقي بعدما يجي أن هلاقني وحان الراعي نكوضا باب ربي سبحانه وتعالى أوليه أوامحي
qolada sida lahayo ku xigtay qowm nuux waa qowm aad kadibna aad ayaanu dirnayo rasuul iyaga kamida baan u dirnay waayo waa nabi huud rasuulku waa huud laakiin qolada loo diray waayo waa aad walidaalika saadarteed ayaa rabbi subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay kadib ummado kale ayaanu diray buu rabbi subxaana wa tacaala u leeyahay ummado kale ayaanu dirnay qowmu thamuudna waa la sheegaa qoladaasi inay ahaayeene kadib wuxuu leeyahay fa arsalnaa fiihim rasuula rasuul baan u dirnay buu rabbi subxaana wa tacaala u leeyahay rasuul ayaanu u diray haddii thamuud la yidhaahdana markaa waa nabi saalix waxay yidhaahdeen in ay qoladan tahay waxaad ku garan فأخذتهم الصيحة أيها الليلي ولقد أخذ الذين ظلموا الصيحة وعو ربي سبحانه وتعالى أوليه كدبنا قل هذا مركي أنها لأقني كدبنا الرسول كلا أيها ندري رسول إياه كمذا رسول والبنى دعوة ده إنت أم بوي يرجري رسول كاسي وحو رنجري والإله عابد سبحانه وتعالى إله أن كلي قيا هين بجرو إلهي وهل إله وواحد وكلغي يا الهي ميدا كبقين سبحانه وتعالى ومركا ذا الله وح قرب قلين هيسان وذ اصنام تو سجود هيسان ذو تو كان هيسان ورعقل ميدا لهين برب سبحانه وتعالى اوليه عقل ميدا لهين برب سبحانه وتعالى الرسول يا كميدا ندرني بمعنى وعشيرتهم ماشو كل شيء بقرنهايان داء دي سي قرنهايان اخلاق دي سي قرنهايان dabeecadiisa ayay garanhayaan waxa uu yahay oo dhan ayay garanhayaan wa qala al mala'u min qawmihi alladhina kafaru wa kadhabu bi liqa'i al akhirati wa atrafnahum fi al hayati ad dunya ma hadha illa basharun mithlukum wa qala wa hayla hadin al mala'u madhaywaynti wa min qawmihi quladiisa kamida wa hayla hadin alladhina kuwa so kafaru galobay wa kadhabu bayniyay بالآخرة باللقاء الآخرة آخرة لكولن كادي واترفناهم أن أرحينا في الحياة الدنيا نولشن الدنيا حيلة هذين ما هذا كان ما هان إلا بشر بشر موية مثلكم إذن كوكلا حبيد المدير يأكلوا وعنها يا مما تأكلون وحد كعنيسان من محقيس ويشربوا عبيا مما تشربون وحيد عبيسان هو يا نشي هو يا إذن نشي ولا ان اطعتم هذا طيعدان بشرا بشر او مثلكم اذنكو كلا انكم اذنكو اذن وقتغا لخاسرونك وخساريباتين اي عدكم حبك سيابدان اي عدكم وحو يدين يبو هيا انكم اذنكو اذا متتم كل قدمتان او كنتم اذهاتان ترابا عيد يا وعظاما لفو انكم اذنكم مخرجون كل سو صارين ناتين هيات هيات وحو ربي سبحانه وتعالى أوليه وقال الملأ ماذا حيوينتي وحيلة هذين الملأ وأشراف القوم ومضح ذا ميشا أغسى الرئيسة يميشا أغسى الرئيسة لان والبوء أيتها الملأ وهو قامك أمده أمده وحيلة ذا هاي هو قاميال لنع مضح ذا لنع سياسة ذا لنع نقالها لنا عدين تا كل قدوة ملأ ملأ واحد ليلة هذا واعد والباء وكل كي هذا الشوه هذا الكيس لقاضان هيا أو لقاضان هيا مدحوينها سوق ليا انت كوه سيسا سوق ليا وغاسية دا سوق ليا وغاسية دا قمدية دا سوق لهيا اي اضياشا وذا دها سوق لهيا عد والباء وحا سوق ليسا ومدى انت يهور استاكتو هذا الكوضة لمقل هيا sababtu waxay tahay iyaga loo la hadlaya oo iyaga jawaabtooda bas loo sheegay kuwa kale loo sheegin dadku intaas ay raacin yihiin intaas meeshii ay dadka u hormarto ayay dadka intooda kale shacabki ku raacayaan haday marka khayr u hormaraan ummadu ku khayr badan bay noqonayaan shar haday u hormaraan ummadu ku shar badan bay noqonayaan wuxuu rabbi subhanahu wa ta'ala u leeyahay kuwaasi waxay yiraahdeen ilaa iyaga arintii loo bandhigaya iyaga markaa go'aanka raacaya iyaga markaa oranaya ama hal la raaco waa nabi run ah ama hal la diido waxay yidhaahdeen ilaahay wuxuu yiri kuwii weliba ilaahay inay la kulmeen beeniyey waxaa laga wadaa
إلهي لكلن كيسا إناد رميسا وحاكوه الرئيسا وادي ما تيسا وما خورتا إن لو صواب بحين هايو وين الدوغاتو كدبا لو حسابا هيا إلهي مركز الله كل ميسا سبحانه وتعالى كوي إلهي إنا إلا كل مان بينيي وإسا صواب بحينتا بينيي وحسابتا مالينتا يوم الآخرة بينيي وأدوية أن أراحيني أدوية تذيتا أن أراحيني أن أواسعيني وأدون كانوا فري إلى أي ككبرين إلى أي نغذين ضد يجو سلوين وإسلاس الرية إلى أي نغذين حيل هذين ما هذا إلا بشر مثلكم أم بيد إلهي وبشر إذنكم كليتا وحل الله الله يوايو وضدك مجتمعها من إن كان أدرى بتاني أدرى عذان محيد إلا ديري يهرتكم راعيسا قفك أدرى عيسا وين وحكو ديري وبشر إذنكم كليتا وحبي إذن كذن كما فضل بضم ساد وحوعنا إسان وحوعنا هيا يأكلوا مما تأكلون منه ويشربوا مما تشربون ساد وحوعنا إسان أي وحوعنا هيا ساد وحوع بيسان أي وعب هيا وعلى وحيد لديري هم بيشروا عنتوا أباهنية عبتان بأباهنية نكاح بأباهنية والصدا انت بشرك استعماله استعماله وحبك قبل طيب هذا ايضا المركز ننك النوع ايضا راعدان ولا إنا طعتم بشر مثلكم إنكم إذا لخاسرون هذا بشر إذنكو كلاتاء راعدان وإنتي اللي إذن أفمي شارعي أد إلهي دي ني أسلامتي ني كغتك تان ساس دكو خساري باتين المركز داد اللي تون عقلي لهين وعقلي قوضو أوسا شقين هين نباتهم بيله دين ومدي بيساء الدريانو أي ساءك عين هيان وعابك سيدر عقل حمض هذا وحيليهن كل كيدون لمتان وأيد عيد نقطان وكنتم ترابا عيد النقطان بمعنى قفك سندا بدن مركو قبرك كتيرو أي ساقي لفتي سي اللوتكي سي كالقوه يكدب حتى لفيه عيد أي عنته للنبي صلى الله عليه وسلم سيد نوشي إنسان كو كله بابا أيا لبا وحنك أهي الروح وعجب الذنم لفت قضال دورك وقدم بيسا هي النفتي وحن كأهين روح دي كل إنتك لجسدك وابابا أياه عيد بنقون أياه قردو قبرك هادين لقوفو وحب الله أركي مهاي وعيد باميشي تالا وابربري وابابا وحو ليه هاي نكاني والوحو كقبل لأن بيدي له وحلاته والذين سوء علين هياه وحيد ليهين عيد مركز نقطان يلا فوه أيا دب لايدين سو صار هيا ورمور كاسا ورلا الرمي سنكرو وقف عقل لأو قادن كرام يا إذنكم حايدين لا تهي هيهات هيهات لما توعدون بيل هذين هيهات فوق أيي هيهات فوق أيي لما توعدون وحل إذين يبوها يو حايد هذين ألا وحل إذين يبوها يفوق وهل ضوضع حايد هذين تعدمتان والله فنقطان وتكلقوا قوضان وعيد هدنا نقطان بكدب انت قداش هذا اللي انسوا ساريا وقت ودارا ابيو ونقي بقلال سنو نور بقل او سنو كهر انتي ميادب لنسو علينا يا هيهات هيهات لما توعدون الله وقت ودارا ووقت وفقا بيلا هذين ظالم كوردان باساهو الدنيا انت ذات انت ير نرشا وحكو عبرا لكن الدين لهذا وقدمان ايسا وقت فقو كلية لما شهد ممانتا مبرربا ساعدة كو حكتا وحيولا ديرانين سوماليا ايا انتو نين نبوا بحوالا كاقاتي وانيا وحي يسيبوا لدين تيدي مركاسو شو يؤدي دي عيلي مركا الهي هرتيسا بادي قسينا يسا ميل دير بادي لسو كتيبولي ميل فك يادي لسو كتيبولي نغلق عفير صاد ميل فك يادي لسو كتيبولي ميل فوق ماه وميله كل آت فهو قريب قرآن كوحو عبري مركي لصو سارو آخرو انت أدونك لغو النورا يولي برزخ انت لغو جري سؤال بلو دين تالك بعد شوكتين لبثنا يوما أو بعض يوم أما هل مالين أما مالين بركت فاس أورا نيان أما مالين أما مالين بركت
مركاسا وحي لهذين ألا فوقا يي ألا فوقا بي لهذين ألا فوقا يي وحل إيدين يبوها يوف وركاسي وورفقوي ساسيلا بمعنى مددكي تانية مالينتي أدون كلا أبوري لمن هيي إعيد النقضي إلا فها النقضي إكلا قوقعي إلولك قلي إبادة كل انتي إهوذ اللقضي كل ميا انتي اللا كينا ميل إسو كينا يا ألا وقتي قاسي فوقا بي لهذين مركا محاجرة مركا حي لهذين إن هي ما هي ما هان إلا حياتنا نولش ماذا مويه الدنيا الدنيا ده نموت وان لمن هينا كو نقواوين ونحيا وان دلان هينا وما نحن أنه منهن بمبعثينك والله صلى الله عليه ولي قدوك أنت ونتن هين عيلا هذين إلا إن اللي قيريون هاي الله لمن هاي وجيدان لكن واحد الإنكرسان هوا محي وسوس صاري ده سؤال ما شاكو ترتو لماذا قيري ده وإنكر واين أصل بإنسانكو وحين ليه سوكو أركو ما إنكري كارو إلا ديمان هايو ونوو اللي بأبيه نلاي سو سو قاري نفت هورتي ساكاكاد عادي وأوكيا هبيني مالين بو لما إنكري كارو قالي مسلم قريد ولا قسم إيه رومين تيادا لكن واحد لووكا لتقوام حي ميت كان بابا أي أدن تاي عيدة كالراعي بأود إلهي وأود إلهي نسوعلي ونسوعلي بلن بو قاضي ما سوعلي كارو تاوي واحد لووكا لتقوام وحي لهذين نولشن الدنيا ده ونولانها هنا وإسك الدبيع عدوك ولا نلالانها يا حوغا كو كدي منوانو لمن هنا أول هوري هل أتاع الإنسان حين من الدهر لم يكن شيء مذكور ميد بانحين ونولانه كدي منوان لمن هنا انتا سيدوكو لماضي أما سامي هي نموت ونحيا كو نغوا وين الدقيتي ده وإسك لمن هنا كو نغا يريرنا ودلنا يدوب بينهم منا ودلنا منا ودمان هيا لنا عمرك لا فيرو في رسالة قرآن كقالوا مرك أي حدلان هذا الكوحة وأكل قاضي مدخلنا يمد صححين كصح ذا جواب لك ما بحيو لكن كغلط كأبي جواب لك بحيا مثلا بينا دمان هيان أو دلنا هيان هذي كوضان قفك يرنا ودمان كوينه ودمان بمعنى قفكو اما يريها كل انت وينه كل انت الا الله هرتو ودمان هيا الدنيا ده انتو الهي او تلقلي اني جرتو ودلان هيا مر والبا لانه وحا لو جوغا وا مخاي وا نسلغا لكن وا مخاي وحا غلطك اه وحي سسو بخين ما جيرو وما نحن بمبعوثين الكو ولا سو بخين يا منهينو بعد الموت كل كي ان غيريونو منهن كو الله صوب بحنايو هدبا سوساس ماينا اوڑنين سو نبي قدد كسا ماينا اوغو ديرين نبي غاني مركا وامحي كل كي اللي يدي نين كاني وحبا إذن ما ديرو ورسول كي وإذن كو كالي وحبو عنا وحبا عنتان وحبو عبا وال عبتان ودمان ودمان إيسان لابا شهي وإن لك لسار أنبياء ذا إلهي لابا دين عبا لغا فيريا دين عادون كمركا لفيري أنبياء ذو أدو ماذا والمت وحو البؤو أدونك كردعا نبيغان وكردعا أدوما دو ويد لنتان يغون ويد لنتان ويد لشان يغون ويد لشان وحيو باهنيه النولشي وكن نولان لها وحا نوليه وحو البؤو النولي وباهنيه بي وباهنيه وحو البؤو النولة ويد لنتا وحو البؤو النولة كردعا با كردعا حانون كي با كردعا نوله وباقاسي دو دي وباقان نوله هو فرحا سيدو ده فرحان نوله هو اسدالا سيدو ده اسدالان حقا واكلا ميت لكن دين عيكا قبدا ليهين باتشيرا نولها انتي سكاله لو ما وحيو ده او وليبا رسالة لو ما سود ليبا لكن انبياء ده الهي الهي ما وحرق الدورتي رسالة ده ليبا سود ليبا والصمادة يقولك الله اسو وحرق ورب سبحانه وتعالى مركا وحليه نبي جي إنت هصورنا ل لأفلج هذه ضد كل وجود درج السجى مركب وإنت هصور عبار السجى مركب وام حيواك بعيد هذين إن هو ما هان إلا كل كيس كسر لوجود درج الوقوف والحمية هذا وام حيوان كي مركب إن هو ما هان إلا رجل نموير افترى كبر أبورتي على الله إلى كور كيسة كذبا بينكو أبورتي وما نحن من إنه له السجى بمؤمنين كورمين هيا بعيد هذين نكن كذا تاي ونوالا رسول كان إلهي بيدورتي بوليه نبي بان هاي بوليه
إلهي بها الرسالة إيسو ليبي بولي كل وابين وكذي بيله دين وابين وهذا واحد كذا تمحو السمين يا وانن والان ووالية رسالة نوشيغان أيانا إلهي بكب بيان أمرنا يا سبحانه وتعالى من رمين هيسان ومن راعيسان وما نحن له بمؤمنين كوا الرمين هيانا منهن ولغن الرمين مين أو راعي مين بيله دين ورسولك إلهي جوابتها وحل سيني ورسولك إلهي وعيد هذين إن هو ما هو ماها نن رسولك إلا رجل نن مويه نن كاسو افترى كبين أبورتي على الله إلهي كركيسة كذبا بين والله صدر هذا وبين بيليه وما نحن أنونا منه له إساقا بمؤمنين قوار رمين هيا وصوحر من مركب وحكا صوحر مي وسيلادي للك الباب كي للك أو قراعي وكحر مي محا أهري الباب كي إلهي سبحانه وتعالى قال وحوري ربي يا ربي ربي غيو انصرني إله إيقا قرقار بما كذبوني بين انت اي بينيا صوابكت قال وحوري الله عما قليل واختير كدي بي لا يصبحن هان دونان نادمينك وقوم ميسم وحني سميين فأخذت وحا قبطي الصيحة قيلدي بالحق حال حق سوغنطاي فجعلناه وحا كيالي غثاء بربر سيدي بالا جيري وكالتو فبعدا فغان شاء وهذا للقوم الظالمين قل الظالمين تا فغان شاء وهذا ربي سبحانه وتعالى أوليه نبي كل كي أدومدي أي بينيين والله قدر أي داتكي وكوي مد حيوين تا أين راعين ويداتكي قدرين ويساق اللي قلوا وواليه وانا بينالة كلمة بينالة هنا وكلمة وين رسوش إلهينا وكمبنوع قرآن كواحد ركتين إن بضان أنبياء إلهين بنت اللو ديدو سببت واحد هاي قفك مؤمن كأه وحكستو سمين كرا وأن كأهين بنت النبي قال للمؤمن كمزين يسن كرا ها وحمد ديني كرا ها وحمحادي كرا ها بين مشيقي كرا ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما يقول إلهينا وحق القرآن كولي يا أيها الذين آمنوا كونوا مع الصادقين نبي حولي إن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار بنتو وحيداتك أوك حيسا حقا فاسق نمضى فاسق نمضى نضاتك وحيوسي قد بسا نار إلهي سبحانه وتعالى بيوسي قد بسا بنت وحلو الديني فساد كبنت كذا شاي ما استاجه وبدن يهي ما لب بدن بوجارة فساد بدن بكرة شا فساد آدي هذا بدن أيا بنت كذا شا وحرب سبحانه وتعالى أولي يهي ما بيجي وحيري إله يجرجر وسيد النبي نوح وهذا الكل النبي نوح يحيري إله يجرجر مركز على رسول كنا وحيري إله يجرجر هود وحيري إله يجرجر أما صالح وقوم عاد يا قوم ثمود بالاسكوها يا واكن بالله آيات النبي وعو ربي سبحانه وتعالى كوي ديس رسول كاسي السبب وحا اود ايقو قرقار تابينتي بينيين وحاد ايدرتين الرميان وايديدين إلهي قرقار قولا إلهي وحوري عما قليل لا يصبحن نادمين وحير كدب وحير كدب وحي أهان دونان بينتي كبينيين كوكا قوم ميسن كوكا قوم ميسن فنادو ولا تحين مناس بنساتك قاعد دوما وحي دواق وقتي دواق سمحب أسنترين بمعنى عذابك مركي أركان وكل عوه مركاسك قوم مين هيان مركي إلا صوبحيو قالوا يا سمح قاعد دوما قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون يا ولي رب سبحانه وتعالى وحي يركذب بي كش الله يدونان برب سبحانه وتعالى أوليه وحي يركذب أي كش الله يدونان فأخذتهم الصيحة قيل يا قفتي ورب سبحانه وتعالى أولي بمعنى جبريل بكوقي لي هالمر قل هذه كبرتي إلى هيدو نن إنه وكلا سأدعو أنت أم بوعنا صيحة واحدة هالمر بجبريل كوقي لي بس هالقفك من نوران بلو هذا مساسو تبردرينيه سيدا أي أتبردريها كدبنا فجعلناهم غثاء برب الله سبحانه وتعالى وحن كي يلي بر بربان كي يلي غثاء أحوى غثوه وحوي
waa shayga la intifaacsan jiray kolkuu qalalo ee baaba'o. Matalan, geedaha caleenta oo hartoolka soo baxdo way dhalaalaysaa, walaleganaysaa, qurux, kadib way qalalaysaa. Kadib maxaa ku xiga? Inay qalasho ay dhulka biibiido, kadibna way madoobaanaysaa. Cawska doogu si uu doog qurux badan u yahay ayaa uu qalalayaa, kadib wuu go'ayaa, kadib wuu madoobaanayaa. Waa dun, dun baa la yidhahdaa kaas. Quduhu waa kaa. Beertii midhaha quruxda badan lahayd kolkay qalasho wixii isku dhex jabay baad arkaysaa, bal la jiiday oo kaleeto bay noqonayaan. Burbur baan ka yeelay, bimacna isdhex yaalaan, oo iyagii iyo guryahoodii iyo xoolahoodii ayaa kulli isdhex daadsan. Rabbi subxaana wa tacaala wuxuu raaciyey qolada iyaga, fabucda lilqowmi aldaalimiin, weliba saa ay tahay ayaa waxaa la sii raaciyey lacnad ilaahay oo halaag baa kuwa u ahaaday buu rabbi subxaana wa tacaala uu leeyahay. Halaag naxariista ilaahay dheeraansho laga dheereeyey ayaa u ahaatay buu rabbi subxaana wa tacaala uu leeyahay. Fabucdan, fabuciduu bucdan weeye, kuwa waa la fogeeyey fogaansho naxariista ilaahay subxaana wa tacaala ayaa aada looga dheereeyey. Ficilkan meel walba oo lagu arko weligii mid lamid aba u qadaran weligii, lannahu waa mansuubun cala almasdariya, wuxuu lamid yahay saqyan oo kaleeto, saqyan iyo racyan iyo raqdan iyo kulligood waa isku mid. Fabuciduu bucdan, fogaansho ayaa u ahaaday ayuu rabbi subxaana wa tacaala u leeyahay. Uma intaa dabadeed anshana iyaga markaan halaagnay, anshana waxaan dhalinay min bacdim iyaga dabadoodan abuurnay, quruunan qariniyo, waa ummado aakhariina oo kale. Iyagii markaanu halaagnay adduunkii sidaa laguma dabargoynin, laakiin kuwa kaleeto ayaanu ku xujisiinay. Adduunkan waa la iska dhaxlaa, haddaad fiican tahay iyo haddaad wanaagsan tahayba. Mar walba oo qola ay tagto, qolaa ku xigto. Mar walba ilaahay rasuul soo diro, rasuulka waa la beenin jiray, rasuulka ummaddiisa waa la halaagi jiray, kadib rasuul kale ayaa ku xigayay iyo ummad kaleeto. Uma intaa dabadeed kolkaan iyagii halaagnay, anshaanaa waxaan abuuray min bacdim iyaga dabadood quruunan qarniyo, waa ummado aakhariina oo kale. Allah subxaana